السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وصباح جديد وروتين جديد معاكم يا احلى اخوات، كل سنة وانتم طيبين وبعود عليكم الايام بالخير واليوم والبركات. طبعا امبارح زي ما انتم عارفين بيتوا كل الطيور مع بعض الا الوز طبعا، لان لقيت البط الكبير كده ايه لما بيفوق بيشبع كده ويتركن على جنب بيحب يشتغل بقى ايه كبير في المنطقه، لقيته عمال ينقر كده في البط الصغير والوز الصغير دوت، فقلت لا افصله احسن. ادينا فتحنا عليه سم بالله بقى كده، طبعا اول ليله للرميتين في السلاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رايكم في المكان؟ طبعا انتوا هنا ايه مترستقين واخر تمام وفلة، شايفين ما شاء الله المية قدامهم زي ما هي، مش هغير المية لاخر النهار لان المية دي انا حطيت لهم فيها المضاد حيوي امبارح. ماشي بسم الله، وكان الكلام ده متأخر يعني. بسم الله ما شاء الله، هو العلف بس ايه مش عارفة بيدهولوا العلف ليه كده. بصوا هنضف انا الطاجن بتاع العلف دوت كده وهزود لهم علف على البطاطس والبيض اللي موجود. هي البطاطس باين ما عجبتهمش، لو عجبتهم كانوا زمانهم كلوها كلها، هما خدوا على البيض ولاد اللذينه دول ما شاء الله اللهم بارك. بص اهم حاجه ان انا اطمنت عليكم ان انتوا كويسين. نقفل بقى ونطمن بقى على باقي طيورنا. طبعا بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. ده الوز الكبير، نهار ابيض شوفوا قلب الطوب كان هينزل على دماغي انا. الحمد لله ربنا سترها، الحمد لله ربنا سترها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الوزه اللي رقدت اهي مكانها ما شاء الله اللهم بارك اهو. بسم الله. طبعا بصوا زياده تاكيد، هي لو عليها بيضه المفروض هتبيضها بكره، يعني البيضه النهارده المفروض تكون عليها طريه. انا زياده تاكيد كده عشان برضو ايه لو هتبيض بيضه تانية ولا حاجه ما تبقاش بيضه فاضيه، عشان الذكر انا دخلته جوه مع الوزتين التانيين. فانا همسكها دلوقتي اقيسها عشان لو عليها بيضه طريه خلي الذكر معايا، ما عليهاش بيض يبقى كده خلاص دي ايه تمام كده ورقنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم كده دي بصوا كده خلاص الحمد لله ما عليهاش بيض تاني كده، دي كده خلاص امرها ملغي. ده كده دي ايه ربنا يبارك لنا فيها. ما طلع الصبح بدري طبعا ولا اشتريت اكل ولا عملت اي حاجه، الاكل ده يفضل قدامها لحد اخر النهار كده والميه نضيفه اهيت، هجيب لهم الاكل باذن الله. يعني نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتايه اللي باضت ثلاث بيضات بس دي دي ما كانش عليها بيض امبارح اهو، النتايه الثانيه اللي هي مخرجه لنا الوز اللي بره مش عارف اتكلم كده نقفل. طيب بس اهو تعالوا نتكلم واحنا عند الوز اللي بره، لان ده بصوا ايه عمل لنا ضجه وقلبان كده. طبعا البيضه اللي جوه ديت بتاعه النتايه اللي كانت مطلعه لنا الوز ده تمام، هقيسها برضو كده وهنشوف الدنيا ونتابع دنيتنا عشان برضو ايه ما يحصلش زي ما حصل قبل كده. انا قيساها امبارح ما كانش عليها اي حاجه، اللي هي النتايه اللي باضت ثلاث بيضات انا قيساها امبارح ما كانش عليها ولا اي بيض، عشان كده قومتها هي كانت عايزه ترد على بيضتين تحتها وكانت بيضه بيضه مع النتايه السوداء كانت عايزه ترد على ثلاث بيضات. دي اي نتاية عندك زي كده دي حلال فيها حلة محشي كده كرنباية بعشرين جنيه مع كيلو رز بتلاتين جنيه، حلة محشي تبقى زي الفل كده، دي تمامها في رمضان تتعمل بقى كده. هخش اقيس برضو الدنيا كده جوه هقيس وارجع لكم. بسم الله. بصوا حبايب قلبي فعلا النتاية اللي هناك دي اللي بدأت تبيض اهي، اللي هي كانت مطلعة الوز دوت ما شاء الله بدأت تبيض كده وفاتحة للبيض. اما النتايه الثانيه ديت اهيت دي اللي كانت بيضه الثلاث بيضات دي بقى قفلت خالص،
دي قفلت معلهاش بيض ولا حاجه. طب انا طبعا عشان الدكر ما يتلهيش فيها ممكن يكسرها هي ولا حاجه ويسيب النتايه اللي بتبيض، انا هدخل الدكر والنتايه دول لوحدهم. اما دي كده كده قفلت بيض خلاص، فدي هدخلها جوه مؤقتا بس كده هنا مع الطيور لحد بس ايه ما ادخل النتايه والدكر. بص انا دخلت النتايه التانيه مع الطيور جوه عشان هدخل الدكر والنتايه دول مكانهم جوه وهيبداوا يبيضوا براحتهم. اه ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حبايبي قلبي، انا دخلت النتايه التانيه مع الطيور في الاوضه، وانت الدكر والنتايه دول هخليهم في اوضه لوحدهم اهو. ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله. اروح بقى اجهز لها المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البيض اهي، بسم الله. طبعا لو الجو صيف ما تحطيش تبن ولا اي انشار ولا اي حاجه الا لما تبدري كده. البودره اللي احنا بنجيبها اللي شفتها معايا كتير في الفيديوهات في الصيف، اللي هي البودره الخضراء بتاع الحشرات دي، عشان تزود بقى شويه عشان البيض ما يتكسرش خساره. وكده كده ساعه ما تخلص بيض بقى ربنا يكرمنا كده وتخلص بيض وتيجي ترقد، هقوم برضو ايه مزوده لها برضو تاني اهي البيضه اهي. ماشي اهي كده تمام وزي الفل. البيضه زي ما انتم شايفين كده، هنضف بس انا المكان واعمل الخلطه واملى لهم الميه وادخلهم. هنسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى ونفتح على الحمام بتاعنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا الحمام بتاعنا كان عطشان جدا جدا، انا عايزه ازود بقى الطواجن بتاعه الميه لان الجو خلاص بقى حر زي الاول اهو. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بصوا شوفوا لما ما حطيناش كلفه امبارح نضفوا العشه من الكلفه اللي كانوا سايبينها ازاي اهو. هدق لهم شويه عيش بقى على حبه كلفه بصات عندي كده وهنحطهم لهم عشان يوكلوا الزغاليل. بسم الله. بصوا كان عطشان جدا شوفوا. تعالوا بقى نطمن على الزغاليل بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك ومات ولا تصدقوا في زغلول؟ لا ده صاحي الحمد لله. ممكن تطلع بره؟ تعالى. طيب انتوا الاثنين واقفين جوه بتعملوا ايه؟ تعالى اشوفهم بس نطمن عليهم و... بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اهو. ده اللي كان مخرج الاول ما شاء الله اللهم بارك اهو موصلينه. التاني بقى ده اللي ضعيف قوي، عارفين التاني ده شكله مش هيعيش. ابصوا ده في حاجه غلط، ده شكله مش عايز، حاساه كده مش عاطفي كده، حاساه مش عاطفي والله. والله اعلم برضو يمكن ربنا ينفخ في صورته كده اهو، والله اعلم ده هيكمل معانا ولا لا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طول ما ده ضعيف كده انا كنت عايزه النهارده انقل الزغلول دوت، كنت عايزه انقل الزغلول دوت معاهم عشان طبعا الحمام اللي هنا يلحق يبيض، بس للاسف لا مش هينفع لان اللي هناك ضعاف. شايفين ده ما شاء الله، نخليه بقى هنا يومين ثلاثة لحد ما اللي هناك بقى نشوف التاني ده هيموت ولا يعيش ولا يشد حلو شويه. انت لسه لسه البيض زي ما هو. خلاص خلاص خليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
طبعا دقيت لهم عيش على حبه كل طبوسات كانوا باقيين عندي من امبارح. اي حاجه بقى الجيش قال لك ايه اتصرف، خدنا اتصرفنا، جعان ياكل الظلط. ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انتوا مستنيين عزومه يعني حد يقول لكم يلا؟ ايوه كده ايوه كده، بسم الله ما شاء الله. بسم يا اختي على الزغل، شوف الزغل الابيض والبني ده ما شاء الله جميل جدا. الاسود فوق لسه ما نزلش، مستني عزومه. الثلاثه اللي كانوا مخرجين عندنا اخر حاجه ما شاء الله. ايه ده، انتوا طلعتوا انتوا بطوا تاني يعني؟ يعني ممكن ابص؟ ممكن ابص بصه؟ طب ما مفيش بيض ولا حاجه، اهو تتجننوا على الجردل ليه؟ طبعا عايزين نلحق قبل ما يبيضوا الجردل دوت. عايزين هجيب له رمله كده او تراب نحطه فيه قبل ما يبيضوا كده، عشان طبعا نتفادى اي كسر زي المره اللي فاتت كده. احاول النهارده ان شاء الله اشوف نشحت اي شويه رمله كده من عند اي حد، او نجيب شنطه تراب كده، وكل ما نطلع الشارع نعبي شنطه تراب ونيجي، كل ما نطلع الشارع نعبي شنطه تراب ونيجي ان شاء الله. اللهم بارك، بسم الله. الزغلول الاسود نزل ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا الناس اللي سالتني انت بتبيعي زغاليل دلوقتي من اللي عندك ديت؟ لا يا جماعه، بصوا انا الحمام دوت انا ابتديته كمشروع، يبقى عندي كميه ان انا يبقى عندي زغاليل ابيع واخلي لنفسي برضو، فهبدا ان انا ابيع. انما انا دلوقتي انا بس بكتر في اللي عندي عشان ربنا يكرمني ويبقى عندي. يعني لما احب ابيع مثلا واحده تقول لي عايزه جوزين ثلاثة أربعة، طب اما اللي عندي دلوقتي ثلاث فردات، يعني اتنين هنا هم وزغلول هناك، ثلاث فردات، فلا مش هينفع. انا بخلي من اللي عندي اللهم صل وسلم وبارك. نبدا نكبر المشروع كده واحده واحده مع بعض، وكده كده الحمام يا جماعه بصوا وحياه ربنا ما بيصرف كتير جدا. يعني بصوا شويه عيش ناشفين هياكل وهيشبع، وبصوا هيدعي لك. حبه كلفه تحطهم لهم معاه، يعني دي الفتره الجايه ان شاء الله ده اللي انا هعمله. طبعا ده حمام بلدي، اي حاجه بتحطيها بياكلها. هجيب كلفه على عيش، بص الموجود عندي هحطه. يعني مش عايزه، مش معنى ان انا مش عايزه اكلف عليه جامد عشان ببتدي مشروع مش عايزه اصرف عليه جامد، لا مش معنى كده ان انا اخلي الحاجه جوع ولا حاجه، لا. منه حمام بلدي، انا مش الحمام اللي عندي مش غالي، فعشان كده مش مجبره ان انا اجيب له كلفه غاليه. كلامي واضح؟ الناس اللي مربيه الحمام عارفه معنى الحمام الغالي والكلفه بتاعته، ففي ناس كتير فاهمه الكلام اللي انا بقوله. انما انا كمشروع طبعا كده كده العيش الناشف، في ناس معيشه على العيش الناشف على طول زي ما قلت لكم قبل كده، فانا بس دعونا ربنا يكرمنا كده. طبعا هنبدا نشوف بقى اللي عندنا، كل واحد ياخد له دكر وانتهى كده مع بعض، نشوف بقى احنا محتاجين دكره او نتش تاني عشان نبدا نجيب بقى ونظبط ايه العدد اللي عندنا. تمام تمام كده ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى كده ايه، خلصنا من عند الحلال. رنخ عيش هنا هو عشان طبعا نعمل الخلطة للطيور بتاعتنا. الرز بتاعنا طبعا هغير له المية، وقبل ما احط له الخلطة عايزة بس انزل لهم بشوية علف كده عشان ياكلوا علف الاول اهو. بسم الله لو حطيت العلب بعد ما احط خلطه العيش او الميه، الميه هيتلهوا فيها ويقعدوا يلعبوا في الميه ويسيبوا العلب زي ما عملوا امبارح معايا كده على فكره. طبعا انا دلوقتي طالعه على جوعة، هم جعانين بايتين طبعا طول الليل واكلين الاكل اللي موجود قدامهم اللي كانوا باتوا عليه، فايمين جعانين. انزل بالعلب بقى الاول كده وبعدين املا لهم الميه، وما نعمل الخلطه للطيور نحط لهم. مش اشوفه يروح يلاقي ميه كتير بقى يقعد هناك، هي الميه عايزه تتغير. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
ان شاء الله. اللهم بارك. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. هشوف دي جايه لي تقول لي خلص هات لنا ميه. خلصي هات لنا ميه. هجيب لهم ميه دلوقتي هنسيبهم ياكلوا كده على ما نغسل العلبه اللي هناك دي ونملى لهم ميه. شيل بس الاكياس دي. الست مهما تروقي فيه ده انا اللي وقعتها معلش. لموها بقى السطح مهما تروق فيه ولا كأننا مروقين ولا كأننا عاملين اي حاجه خالص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اللهم بارك. اقفل لكم الباب يعني عايزين يطلعوا بره. اه قولوا بقى بصوا عايزين ايه. بصوا تحت عايزين برسموا جزر او بطاطا الموجود. هما مش عايزين علق. بصوا البطايتين الله اكبر ايه مش عاتقين مش عاتقين. بصوا بتقول لكم ما خليهم بقى الهبل دول يدوروا على البطاطا والبرسيم واحنا ناكل العلق. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. طب واحدة 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 واحدة. ان شاء الله اللهم بارك. بسم الله. خلوهم بقى زي ما هما كده. تعال بقى نجهز الخلطة. يلا نسمي بالله بقى كده ونصلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. بصوا كلهم مبيتين فين. طالبين الدنيا خال. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. تشبط تاني بس انا طماعة. لا مفيش تاني لسه بقى. المفروض ان هما كانوا يبيضوا في الجردل ده بس مش عارفة شكلهم كده لما دهولوا الدنيا كده كسروهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هعمل الخلطة انا بقى كده وارجع لكم ان شاء الله. ودي الخلطة اللي عملتها للفراخ اهي.
بطاطا ورده وعيش، دي هنحطها للفراخ وللرومي وللبط. وهنا شلت شويه للوز اهو. نخش بقى نفضي دول للفراخ وارجع لكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله اللهم بارك. طبعا حاطط لهم في الاوضه هنا اهو ياكلوا، واللي عايز يشمس يطلع بقى. الباب مفتوح، جو النهارده حلو ما شاء الله. بصوا الفراخ بتبيت فين، فرحانين قوي هما بعمدان اللي احنا حاطينها دي. والله هما فاكرين ان احنا حاطينها ليهم، ما يعرفوش ان احنا هنقفلها عيش ان شاء الله. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله ما شاء الله. انت عارفه الرومي بيعمل كده ليه ارتاح؟ انت واقفه قدامه ولابسه له احمر، واقفه قدامه ولابسه له احمر. طلعت بره خافت. تعالوا اقفوا بره هنا، عايزه اتفرج. اقفوا بره هنا ما تخشيش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى على ما انت مستني حد، انت هو ده مستني الاكل يخلص بعدين ينزل. تعالوا بقى على ما ياكلوا دول. تعالوا نحط بقى ايه الخلطه بعد اذنك يا رتان. نحط حبه البقر والنتايه بالوز اللي احنا شايلينهم في الاوضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي يا سكر. يا سكر ايه؟ انت السكر. السكر مين؟ انت قلبي انت. انت قلبي وحبيبي وقت قلبي. ارتال الفرحة من الساعة عشان جابت شنطة جديدة. أديوها. هنفتح الرز بقى، بسم الله نحط لهم الخلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. المية لسه محطوطة، عملوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نخش بعد إذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه دول، كفايه عليهم دول ان شاء الله. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك لنا فيها كده وتبيض لنا عدد كويس. يعني مش عارفه اللي بتبيض لي 3 و4 دي. ففعلا سالت ناس على الست اللي انا اشتريت منها الوزه ديت، قالت لي فعلا ما حدش خد منها وز وشكر فيه ابدا. فيلا اعرف صاحبك وعلم عليه، واحد ما بيتعلمش ببلاش طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز عايز تقضي؟ هنقفل بقى عليهم. خلاص يا عم الحاج. بصوا الوزه اللي راقده هنا، الاكل ده قدامها من امبارح ماشي. هي كده كده مش هتاكل ولا برسيم ولا بتاع. انا هفضيهم على جنب كده، الفراخ تاكله واحط لها هي شويه من الصبحين دول على ما نجيب بقى الخلطه الناشفه اللي بقول لكم عليها. بس حبه على قدها كده، هي مش هتاكل ولا تاكل ولا تشرب. الحاجه اللي بتبقى راقده ما بتقومش تاكل الا مره واحده، ومش الاكل اللي هو يعني. فعشان كده هنتوصى احنا بقى وهي راقده، نجيب لها علف ان شاء الله والخلطه اللي بنعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نحط للوز بقى صغير ما ننساهوش. احنا حطينا له العلب بس لسه ما حطيناش خلطه. سمي بالله كده. بسم الله نهار ابيض. شوفوا يلا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا البطتين الجزر والبرسيم والخلطة دي ما تهزش معاهم بأي شيء، دول عايزين علف صافي. بصوا لا كلوا انتوا بقى الخلطة يا هبل انتوا، واحنا بقى نروح ناكل العلف ونشرب مية. ما مش قادرين يمشوا ليه كده؟ ما جالهم تسلخات ولا؟ الله يخرب بيوكو. بس كده الرز بتاعنا تمام وزي الفل. نحط للسمان حبة علف كده ياكلوهم الأول وبعدين نحط الخلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقفل بقى على الرز، هفتح السمان وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اللهم بارك. طبعا بصوا في طبق عندنا هنا طلعوا في الحلقة. بسم الله. يبقى العلف لوحده والخلطة لوحدها كده احسن. ان شاء الله اللهم بارك. بسم الله. بس كده ده تمام وزي الفل. هنا هنغير لهم المية بقى وخلاص على كده. عجبكم فيديو النهاردة يا ريت ما تنسوناش في اللايك الجميل، ولو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس للكل. أحلى أخوات وأحلى متابعين. انتظروني بكرة في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.